السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد معايا النهاردة. إن شاء الله النهاردة هاخدكم في جولة سريعة وأشرح لكم فيها الطريقة اللي عملت بيها منديل كتب كتاب بتاعي. أشرح لكم كل التفاصيل وكل المراحل اللي مرينا بيها علشان نطلع منديل كتب كتاب بالشكل ده، تمام؟ وما تنسوش لو عجبكم طبعا الفيديو تعملوا لايك وتسيبوا لي رأيكم في الكومنتس عشان تشجعوني ان اعمل لكم فيديوهات تانية ان شاء الله. بإذن الله الفترة الجاية هعمل لكم كورس متكامل للبنات اللي حابة تتعلم ايه الادوات اللي هنستخدمها. هيبقى من الصفر ان شاء الله من البداية، وكمان هعمل لكم لايف ان شاء الله لو في اي حد حابب يستفسر عن اي حاجة ان شاء الله هرد عليكم. وبالنسبة للفيديوهات القديمة اللي على القناة انا برد على كل الكومنتس الموجودة وعلى كل الاسئلة، فاي حد حابب يستفسر عن اي حاجة انا تحت امر ان شاء الله. انا حاولت اعملهم يعني شبهنا بس مش عارفة بقى ايه، وطبعا طريقة الفستان وكل الحاجات دي حاولت اعمله مختلف، وكمان عملت البصمة في نفس المنديل علشان خاطر ما يبقوش منفصلين عن بعض. وان شاء الله باذن الله قريب جدا هحولكم المنديل ده وهنعلقه في طابلو باذن الله، بحيث ان احنا بدل ما نركنه في الدرج لا يتعلق ويبقى قدامنا على طول. فواحده واحده كده هاخدكم معايا في مراحل المنديل وان شاء الله يعجبكم. يلا بينا نشوف الخطوات بتاعتنا. اول حاجه هجهز الباترون بتاعي. هو ان انا فكرت في الاول ان انا عايزه المنديل يكون شكله ايه، جمعت الفكرة اللي انا عايزاها وبالفعل بدأت اعملها على اجزاء كده وجمعتهم. لو عندي ورقة كبيرة اكيد كنت عملتها فيهم. هتقولي لي اميرة احنا ما بنعرفش نرسم، ما بنعرفش ننقل، ما بنعرفش، في حاجات بتكون جاهزة بالفعل. وانا في فيديو هسيب لكم اللينك بتاعه اللي هو طريقة نقل اي باترون على الورق عن طريق الموبايل عادي جدا، ولو عندك تابلت او كمبيوتر حتى او اي حاجة او لاب ممكن تنقلي من عليه، مفيش اي مشكلة. المهم جمعت الباترون وكملت الرسمة بتاعتي بالقلم عادي. بعد كده هنيجي لقص القماش، والقماش ده اسمه قماش روزالين. ومساحة المنديل كل واحد بيبقى حر في اختيارها على حسب الباترون اللي انتي رسماه ومحدداه، ممكن يكون اقل من كده. بعد كده بشف الباترون بتاعي، بحط اضاءة تحت كده قوية شوية، واحط الورقة بتاعت الباترون واحط القماش عليها وابدأ امشي. والقلم اللي انا شغالة بيه ده اسمه قلم حراري. هنيجي طبعا لمرحلة الخيط والتطريز. هستخدم طارة، وطبعا انواع الطارات، في طارات سيليكون زي دي، في طارات عاج، في طارات خشب، وفي طارات بلاستيك، وهبقى اوريكم. وده الخيط انواعه كتير جدا برضو، بس ده خيط اسمه مانولي صيني، تمام. المهم ان انا هنا كنت بختار الالوان اللي انا هشتغل بيها الباترون بتاعي، واللون ده انا بحبه جدا بصراحة. اختار الالوان اللي انا عايزاها وابدأ اشتغل. بعد كده هشد القماش بتاعي على الطارة بالشكل ده، ودي حامل طارة انا قلت لكم عليه قبل كده، حامل طارة جايباه من ارابيلا، وده بيسهل علينا التطريز جدا بصراحة. وممكن استخدمه على المكتب او استخدمه على الارض، وبناخده معايا في كل مكان فبيسهل الدنيا. بنفتح الحامل بالشكل ده وبنثبت فيه الطارة. بعد كده هبدأ اعمل حشو، ودي اسمها غرزة الحشو. انا هحاول اشرح لكم الغرز سريعا ان شاء الله باذن الله. هعمل لكم فيديوهات بعد كده مفصلة عن الغرز، تمام. وفي فيديوهات بالفعل على القناة في كورس تطريز اليدوي، هسيب لكم برضو اللينك تحت لو حد حابب يشوف الفيديوهات الموجودة. بعد كده هنبدأ ندخل ونطلع هو كده. وممكن في طريقة تانية ان احنا نحدد الحواف بتاعة الكلمة ونبدأ نعمل من فوقيها، فبيعمل لي فوليوم شوية، وده اسمه حشو. اللي انا بعمله دلوقتي اسمه حشو مائل علشان واخدة يعني ميل كده شوية في الحشو. هنا هبدأ اسرع بقى علشان خاطر الوقت، بس انا كنت حابة اعرفكم بتتعمل ازاي.
هنبدأ بقى نعمل كل الجمل وكل الكلمات اللي جاية، يعني يوسف وأميرة. وهنا أنا أنجزت شوية وصورت لكم الحتة الأخيرة. هندخل بقى في الغرزة اللي بعديها، واللي هي هعمل بيها الآية وجعل بينكم مودة ورحمة. دي اسمها غرزة الباك. كل اللي أنا بعمله إن أنا بدخل بالغرزة تمام وهطلع كأني بخيط بالظبط، ولكن خياطة بدون فراغات تمام، بطلع وارجع لورا، عشان كده اسمها باك. ودي تقريبا اسهل غرزة ممكن ان احنا نستخدمها في التطريز، وليها افكار كتيرة تانية ممكن، يعني عشان ما تبقاش باينة صريحة انها غرزة باك. هبقى اشرحها لكم ان شاء الله في فيديو مختصر. هنيجي برضو هنستخدم نفس الغرزة اللي هي غرزة الباك في تحديد الإطار بتاع البصمة، وهي غرزة سهلة وبسيطة تمام، وبتطلع الحاجة شكلها شيك وجميل تمام. هبدأ برضو أكمل كل الإطار بالشكل ده، وهنرجع لما نخلص نشرح الورقة بتتعمل إزاي. هنبدأ بقى هنا في شرح ورق الشجر. ورق الشجر ليه طرق كتير جدا، ودي طريقة برضو مش صعبة، يعني مع التجربة هتتقنوها ان شاء الله تمام. كل الموضوع ان انا محددة خط في النص، ان انا بدخل من اليمين واروح على الخط اللي في النص، ومن الشمال وبرضو اروح على الخط اللي في النص تمام. فاللي هو كأني انا يعني ايه، يعني ببقى جنب الخط بحيث ان انا اعمل ايه تعشيقة ليهم هما الاتنين الخيطين على بعض، فيديني نظام الكروس كده.
وكده بعد ما خلصنا ورق الشجر وخلصنا البصمة. وعلى فكرة جملة إلى الأبد يا سكر دي برضو بطريقة الحشو، يعني المنديل كله مفيهوش غرز كتير، علشان اللي حابب يجرب هيبقى الموضوع سهل عليه. احنا كده استخدمنا لحد الآن غرزتين، غرزة الحشو وغرزة الباك، تمام، وورق الشجر، يبقى كده 3 غرز. دي اسمها الوردة البرازيلية، يعني عشان حد يكون لسه بادئ جديد بيعملها هتبقى صعبة عليه. ففي الوردة العنكبوتية برضو هتبقى سهلة، تمام، وهنعملها دلوقتي في الورد الصغير. لو حد حابب يبدل بقى الوردة الكبيرة دي بالوردة العنكبوتية هتبقى بسيطة شوية كبداية، تمام. فهنا انا بحط الابرة بتاعتي وبحط كمان دبوس، او لو ابرة وعندك ابرة تانية عايز احطيها، علشان بس اكبر مساحة الخيط ويعمل عندي فوليوم لما اجي اطلع الابرة منه. بالشكل ده بسحب الابرة او بسحب الدبوس اللي انا عاملاه، وبجيب الخيط كله على عكس الاتجاه، تمام، وبثبت بقى بالابرة لجوه او لتحت، وبس كده بنكمل بقى كل الموضوع بنفس الطريقة لحد ما تبقى عندي بالشكل ده. هنا ورق الشجر بقى الكبير، وهعمله لكم بنفس الورق، طريقة ورق الشجر الصغير، تمام، وبرضو مرضتش احذفها وشرحتها علشان تبقى كل الخطوات مشروحة. هندخل بقى في الوردة اللي بعد كده، وهي اسمها العقدة الفرنسية. ليه اتسمت كده؟ علشان خاطر هي شبه العقدة، تمام. كل الموضوع ان انا بلف الخيط على الابرة وبدخل بيه وبيكون لي وردة بالشكل ده او عقدة بالشكل ده. وهو عبارة بقى عشان انا اكمل الوردة افضل اعمل عقد كده جنب بعضها او وردات صغيرة جنب بعضها، فبيتكون عندي الشكل النهائي اللي هتشوفوه. اما دي فهي الورده العنكبوتيه اللي انا كنت بقول لكم عليها من شويه، وهي اني دايره وبقسم الدايره ل 5 خطوط او 4 على حسب بقى المساحه الموجوده عندي بالظبط. وكل اللي انا بعمله ان انا بدخل من خيطه وبفوت الخيطه اللي بعديها، بدخل من واحده وبفوت التانية،
وهكذا، فبتكون عندي الشكل اللي هتشوفوه. ودي لو احنا مستصعبين الوردة الكبيرة اللي هي اللون النبيتي، هنغيرها باللي انا بقول لكم عليها دي، العنكبوتية، كبداية كتجربة يعني. وبعد كده لو انت العريس والعروسة بألوان القماش، وهبدأ في المرحلة اللي بعد كده ان انا هبدأ اعمل تطريز لفستان العروسة. جبت الخرز ده من محل بيبيع الخرز، تمام، وحاولت الصراحة اخطأ الاقي ادور على خرز اقل يعني في الحجم، بس وقتها ما لقيتش وكان ده المتاح. فكرت كتير في فستان العروسة ان انا حبيت اعمله مختلف يعني، مش الطريقة المعتادة اللي هي الجوبير اللي كله بقى بيعملها دلوقتي، فقلت انا هبدأ اطرز الفستان، تمام، وعملت بالشكل ده كده. بقيت بدخل ادخل كمية من الخرز واثبتها، ماشي. وهتلاقوا في الفيديو برضو في النهاية طريقة تانية ان انا كنت بملى الخيط كله وبعد كده ابدأ اثبت، بدل ما اعمل شوية بشوية. ودي الفكرة التانية اللي قلتلكوا عليها، ان انا بملى الخيطة كلها، تمام، على حسب المساحة اللي انا محتاجاها، وبعد كده ارجع اثبت الايه الفرع. وبعد بقى ما نهيت التطريز بالشكل ده كده، جبت التل وعملت له كسر وحطيته على الفستان، تل عادي جدا، تمام. قفلت المنديل، وللأسف الجزء ده ما تصورش، ولكن انا هشرحه لكم، هو طريقته سهله جدا، هشرحه لكم ان شاء الله على منديل تاني او على حتى قماش يعني، اعرفكم هو ازاي بيتقفل. بتودي بتحط الوش على قطعه، يعني بنجيب قطعه قماش قد المنديل بالظبط، نفس القطعه نفس المساحه، وبنوديه وبنحط وش التطريز لجوه، وبنخيط ونسيب فتحه، وممكن نلزقها كمان ونسيب فتحه صغيره بس نقلب المنديل منها، فانا هشرحها لكم ان شاء الله. المهم ان انا عندك حل، ممكن تخيطي الجوبير، ممكن تلزقيه بالشمع، ممكن تلزقيه باللزق ده، واللزق ده حلو جدا وعملي ومش بيطلع بالمية، فهو امان واسهل كتير. بعد كده كملت الاطار كله بالشكل ده، وبعد ما لزقته كويس جدا وتأكدت ان هو اتلزق كويس، تمام، جه بقى دور الوردة. جبت هيش، الهيش اللي بيكون في بوكيهات الورد الصناعي، تمام، ونزلت الهيش على الوردة من الوردة باللزق بالشكل ده كده، تمام. وبكده خلاص المنديل بقى جاهز معايا، وده التول اللي حطيته على التطريز. اتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم.